شكرا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بانتهاء قرب انتهاء عام 2020، عام مش كويس صراحه، وكانت ايام طويله وصعبه علينا كلنا وعلى العالم اجمع وعلى مصر، وخصوصا موضوع كورونا وما لازمه من مواقف ومشاكل على مستوى العالم بالكامل. والحمد لله بانتهاء العام 2020 وان شاء الله 21 هيكون عام جديد، وهيكون في ان شاء الله في نجاحات متحققه على مستوى العالم بالنسبه لكورونا وبالنسبه للعلاجات اللي هي المنتظر تطلع منه ان شاء الله. مع العلم ان انا بشك في الموضوع ده اساسا من بدايته حتى الان، ولكن احنا خلونا نتفائل ونمشي مع الدنيا كلها ونقول ان شاء الله 21 الجايه الجديده دي هتكون عام سعيد علينا، ويكون في انتاج هذا اللقاح وننتهي من هذه الموضوعات. ونخص بالذكر طبعا جمهوريه مصر العربيه في ظل الاحتياجات وفي ظل الحاجه او الجائحه اللي احنا فيها، ان الحمد لله حققت نجاحات وقدرت تستمر على معدلات التنميه اللي كان مخطط ليها. ممكن تعطلت شويه، وده على مستوى العالم وعلى مستوى مصر طولت شويه المسافه، ولكن الانجاز الحمد لله كلنا شايفينه، وما يقدرش حد يقول غير كده الا كل ناجحد او كل ما عندوش نظره او ما بيشوفش اساسا. الحمد لله، الله يعين السيد رئيس الجمهوريه برغم المواقف اللي احنا فيها والاحتياجات دي، ولكن الراجل بيأدي الواجب المطلوب منه داخل مصر وخارج مصر على مستوى غير عادي، على مستوى يعني ربنا يعينه ويعيننا معاه. وتملي اقول ربنا يعينك يا ريس علينا احنا اساسا، لان حساسه المشكله، طلباتنا واحتياجاتنا ومواقفنا وكل حاجه، نقول ايه؟ فين الريس؟ فين الريس؟ فين الريس؟ كان الريس ده قاعد لنا احنا للوحده. طبعا الراجل عنده من المهام ما تفوق الجبال، خلي بالكم ليس المهام الداخليه اللي هي الانشائيه او اللي هي معدلات التنميه، ولكن مشاكل الأكثر من كده، مشاكل استراتيجية سواء كانت من ناحية آسيوية أو مشاكل مع الدول العالم أو من ناحية تركيا أو من ناحية قطر أو من ناحية إسرائيل التي لا نغفل عنها بأي حال من الأحوال. في ظل الأجواء اللي احنا فيها دي، أنا عمر ما أحط إسرائيل إلا تحت خط أحمر، خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم، لأن ده الوقت الانتهازي اللي هما بيستخدموه في الإضرار بمصلحة مصر، والحمد لله مش هيحصل، لأن القيادة السياسية ومعها القيادة العسكرية قيادة واعية متفهمة، عارفين كل حاجة، معاهم ناس بتفكر كويس، والحمد لله يعني في الطريق الناجح إن شاء الله هيأديه، وربنا يعيننا على هذا العام وإن شاء الله الأعوام القادمة. كل سنة وأنتم طيبين، أرحب بكم في اليوم ده بإجمالي 18 دولة بأكثر من 165 عضوة. وما قلتليش الاعضاء الرجاله كام؟ 185 قياده، 6 رجاله. 6؟ 185 قياده و6 رجاله. 185 ل 6، ده لا يجوز المقارنه، مقارنه تبقى ظالمه، ولكن ربنا يعيننا برضه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الجاي افضل، وان شاء الله هنشوف الاجراء النهارده وهو مسابقه الافضل لمجموعه الشبكة المرأة العربية في جميع اتجاهاتها من تجاوزات أو من متحصلات أو نتائج عظيمة إن شاء الله. شكرا. شكرا يا سيادة اللواء. نشكر الله على حضرة